أنا اسمي لمار سلامة أبو موسى. يعني القصف صار، إحنا كنا نايمين فقصفوا البيت، فإحنا نزلنا نجري على طول نشوف دار عمي، فلقيناهم هم. أول شيء أنا ما كنتش بعرف يعني إنه هي، إنه هي استشهدت. أول شيء حكوا لي بعدين حكوا لأهلي، عشانهم يعني مش عارفين وجهها، من شوه وجهها، فروحوا حطناهم على المستشفى، عشان بدي أشوفهم وأودعهم، عشان زمان ما شفتهم. أنا بشوف كل أطفال العالم عايشين مش زينا، إحنا يعني مش محدش بيحبنا، يعني كأننا أعداء، كأن إحنا بنكره العالم، إحنا بدناش إشي من العالم، بس بدنا السلام. يعني أنا بديش إشي، بس بدي أعيش مع عائلتي، بس أضلني قاعدة لو في الشارع، يعني في الشارع بدون أكل بدون شرب، بس أضلني مع عائلتي، يعني بدون ما يصير إشي، بدون ما أفقد حدا زي اللي صار اليوم. مهما حكيت، مهما عيطت، خفت، مش حس، ما حدش من العالم معبرنا. 3 شهور ما حدش معبرنا، يعني انا على الفاضي، ايش ما اعمل على الفاضي.